بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الأول ثانوي في الفصل الدراسي الثاني. موضوع الدرس هو عن المذكرات الأدبية. هذا الدرس من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آل وذيح. ماذا سنتعلم اليوم؟ يتوقع منك بعد استماعك لهذا الدرس بإذن الله تعالى أولا أن تعرف المذكرات الأدبية، ثانيا أن تحدد أهمية المذكرات الأدبية للكاتب والقارئ، ثالثا أن تبين العناصر الفنية للمذكرات الأدبية، رابعا أن تميز الخصائص الأدبية لفن المذكرات عن غيره، خامسا أن تحدد أساليب عرض المعلومات في المذكرات الأدبية، أخيرا أن تبدع مذكرات أدبية للحوادث والتجارب التي تمر بك. لنبدأ وعلى بركة الله. نبدأ أولا ببعض النشاطات التمهيدية التي تساعدنا على فهم مفهوم المذكرات الأدبية. أولا، ماذا يدون الكاتب في المذكرات الأدبية يا بني؟ ماذا يدون الكاتب في مذكراته الأدبية؟ من خلال ثقافتك ماذا تعلم عن هذا الموضوع؟ يدون فيها الكاتب وصفا لحياته الشخصية بأسلوب أدبي. قلت هنا يدون فيها الكاتب وصفا، إذن هذه الكتابة تعد من الوصف الأدبي، فهو يصف فيها الحوادث، ويصف فيها الشخصيات، ويصف الزمان والمكان، ويصف التجارب التي مرت به بأسلوب أدبي. فالأسلوب الأدبي يا بني يختلف عن الأسلوب العلمي وأسلوب التقارير. فالأسلوب الأدبي يتميز بأنه يضفي على المقالة أسلوبا أدبيا باستخدام إمكانات اللغة العربية واستخدام الخيال واستخدام العواطف التي تمر بالإنسان حين يكتب هذا المقال. السؤال الآخر، على ما يعتمد الكاتب في سرد المعلومات؟ هل هو يصفها وصفا تاريخيا، أم أنه يصفها من العام إلى الخاص، أم أنه يصف الخاص ثم العام؟ ما المعتمد عليه في كتابة المذكرات الأدبية؟ يعتمد الكاتب على السرد التاريخي لها. في المذكرات الأدبية يا بني ينبغي لك أن تعتمد السرد التاريخي، أي ترتب الأحداث وفق زمن وقوعها الأول فالأول، فلا تأتي بزمن قريب أو زمن متأخر ثم تجعله في البداية ثم تذكر أحداثا وقعت قبله. فينبغي أن يكون السرد وعرض المعلومات موافقا للزمن التاريخي، فما كان قديما يعرض أولا. السؤال الآخر، ما هي الجوانب التي تغطيها المذكرات؟ أي ما هي الأمور التي تهتم بها المذكرات؟ هل هي تهتم بكل شاردة وواردة تحصل في يومك؟ المذكرات الأدبية يا بني تغطي بعض مراحل حياة الكاتب، فهي لا تهتم بجميع مراحل حياته، فلا تهتم مثلا بولادته ونشأته، فهذا أو هذا الأسلوب يتفق مع السيرة الذاتية. أما الذي نكتبه هنا هو مذكرات أدبية، بمعنى أنك تنتقي بعضا من مراحل حياتك التي ترى أن لها أهمية وفيها الفائدة، أو بعض الأحداث المهمة فيها. إذن تركز على الأحداث المهمة وتترك الأحداث الثانوية في الحياة، فإن هذا ليس مما يسع الكتابة في المذكرات الأدبية. أيضا مما تغطيها المذكرات الأدبية الوقوف عند الأشخاص الذين تركوا أثرا في شخصيته، أي في شخصية الكاتب. فالأشخاص الذين
يؤثرون في شخصية الكاتب، والأشخاص الذين يحدثون فرقا كبيرا في حياة الكاتب ينبغي أن يكتبهم في مذكراته الأدبية، أو الذين تربطهم به علاقة ما مثل والديه وإخوته ونحو ذلك. إذن المذكرات الأدبية لا تغطي جميع مراحل الحياة، وإنما تنتقي وتنتخب منها المراحل والأحداث والشخصيات المؤثرة والتي لها أهمية. إذن من خلال ما مضى يا بني، أعطي مفهوما للمذكرات الأدبية مما سبق. أعطي مفهوما للمذكرات الأدبية مما سبق. أعطينا لها مفهوما أو تعريفا. إذن المذكرات الأدبية هي إحدى الفنون الأدبية. إذن هي ليست كتابة علمية أو تقريرا توثق فيه ما حصل بدقة ودون استخدام للخيال ولا إمكانات اللغة العربية، وإنما هي إحدى الفنون الأدبية نستخدم فيها الأساليب الأدبية ونستخدم البلاغة ونبث الأشواق ونذكر العواطف. أما النصوص العلمية لا مجال فيها للعواطف. ثانيا، هي نوع من الكتابة الوصفية. إذن هي تعتمد على الوصف، إذن فهي فن من الفنون الوصفية. يدون فيها الكاتب وصفا لحياته الشخصية معتمدا فيها على السرد التاريخي، أي الأول. بعد أن فهمنا مفهوم المذكرات الأدبية ننتقل إلى بعض نشاطات التعلم. السؤال هنا، متى يدون الكتاب مذكراتهم؟ هل تعلم يا بني متى تكتب المذكرات؟ هل هي تكتب بشكل يومي كما يفعله البعض، أم أنها تكتب بعد مضي زمن طويل؟ في الحقيقة يختلف الكتاب في توقيت تسجيل مذكراتهم، فمنهم من يدونها بعد فترة قصيرة، أي في نفس اليوم أو بعد أسبوع واحد أو بعد 3 أيام، فيسهل عليه تذكر أدق التفاصيل، فقد يذكر الأسماء ويذكر الساعة بالتحديد ويذكر جميع ما يرد في يومه بشكل دقيق. ومنهم يا بني من يدونها بعد مضي وقت طويل، بعضهم يمتد ذلك إلى سنوات، فيكون بين المذكرات الأدبية التي يتحدث عنها الكاتب وبين زمن كتابتها أكثر من سنة، قد تصل إلى 30 سنة. ولكن ما يميز النوع الثاني أنه يكون بالنسبة للكاتب ألذ وأجمل، فهو يستمتع بكتابتها وإن كان ليس كما في النوع الأول، حيث لا يسهل عليه تذكر أدق التفاصيل لأن الإنسان بطبيعته ينسى. ننتقل الآن إلى سؤال آخر. بجانب القيمة الفنية للمذكرات الأدبية، هناك منافع للكاتب والقارئ منها. برأيك يا بني، بعد أن تصورت معنى المذكرات الأدبية، هل لها فائدة؟ هل لها قيمة أخرى إلى جانب القيمة الفنية للمذكرات الأدبية، أم أنها دون فائدة وجدوى؟ نبدأ أولا بفائدتها للقارئ. عندما تقرأ يا بني مذكرات أدبية لعالم ما أو أحد الناجحين أو أحد السياسيين أو المشهورين، ما فائدتها بالنسبة لك؟ مثلا أنها مصدر تاريخي مهم، فهي تملأ فجوات في التاريخ لا تتوفر في مصادر أخرى. نعم، لأن المذكرات الأدبية أحيانا تذكر معلومات ليست موجودة في الإعلام ولا موجودة في الصحف ولا توجد إلا في مذكرات أدبية، فهي تملأ الفجوات وتعمق فهم الأحداث التي وقعت وتجعلك على اطلاع وتصور واضح لما وقع في تلك الفترة. هل هناك قيمة أخرى؟ نعم، الاستفادة من الأحداث والتجارب التي مر بها أصحابها. عندما تقرأ عن تجربة مر بها أصحابها وتقرأ النجاحات التي حصلت لهم أو الإخفاقات وكيف أنهم ينهضون مرة أخرى، فإن ذلك سوف يؤثر في خبرتك، فأنت تقرأ حياة أناس مروا وبالتالي تستفيد منها.
أيضا هناك منفعة أخرى وهي المتعة في قراءتها، فأنت تستمتع في قراءتها. ننتقل الآن إلى منافع المذكرات الأدبية بالنسبة للكاتب. ماذا تستفيد أنت أيها الكاتب حينما تدون مذكراتك؟ هل هناك فائدة مرجوة؟ بالطبع هناك عدة فوائد نأخذ منها اثنين. فمثلا أنها تحفظ لك تجاربك الخاصة والأحداث المهمة في حياتك من النسيان، فإن الأحداث التي يمر بها الإنسان قد تكون فيها فائدة، ولكن بدون تدوينها وبدون كتابتها فإنها تضيع ولا يحفظها. كذلك أنها تكون نقطة تواصل مع القراء، فالقراء الذين يقرؤون مذكراتك يستفيدون منها ويكونون معك علاقة، وإن كانت علاقة غير العلاقة التي نعرفها، فكم من الأشخاص الذين قرأنا عنهم فأصبحنا نتصور حياتهم ونعرفهم كأننا من أصدقائهم. بعد أن انتهينا يا بني من أهمية القراءة، ننتقل الآن إلى الجانب التطبيقي. ما العناصر الفنية للمذكرات؟ عندما تريد أن تكتب مذكرات أدبية، ما هي العناصر الفنية التي ينبغي عليك أن تهتم بها؟ المذكرات الأدبية يا بني تحوي عدة عناصر. ما هي؟ أولا الشخصيات. ما المقصود يا بني بالشخصيات؟ ما هي الشخصية المهمة في المذكرات؟ الشخصية الأولى في المذكرات هي أنت أيها الكاتب. فالشخصية الكاتب هي الشخصية المهمة، فهي مذكرات لحياته الخاصة. كذلك هناك شخصيات أخرى مهمة في المذكرات الأدبية، وهي الشخصيات التي أثرت في الكاتب والشخصيات التي لها علاقة بالكاتب مثل والديه وإخوته. أما الأحداث، ما المراد بالأحداث التي ينبغي لك أن تدونها في المذكرات الأدبية؟ الأحداث المهمة في المذكرات الأدبية هي الأحداث التي أثرت في الكاتب، الأحداث التي منها نستفيد تجربة. أما الأحداث الروتينية التي تحدث يوميا وبشكل يومي فهذه ليست أحداثا مهمة حتى تكتبها، فذهابك مثلا إلى المدرسة وإيابك وشربك للقهوة لا يعد أحداثا مهمة، ولكن الأحداث التي تؤثر في مجرى حياتك والمقولات والحكم التي تستمعها فتؤثر، هذه بصفة عامة هي المهمة. الزمان والمكان من العناصر الفنية للمذكرات، فلا بد أن تذكر الزمن الذي تتحدث عنه، ولا بد أن تذكر المكان الذي وقعت فيه تلك الأحداث. الحقائق. المذكرات الأدبية يا بني ليست قصة من نسج الخيال، وإنما هي تعتمد على الحقائق التي يقع فيها الكاتب والتجارب التي يمر بها، فلا مجال فيها للخيال ولا مجال فيها للكذب، فينبغي أن يكتب الكاتب عن الحقائق التي وقعت له دون كذب أو مغالاة أو غرور، وإنما يكتبها ببساطة ويكتبها دون ما كذب أو مبالغة وزيادة. حدد من النص التالي الخصائص التي تدل على أنه نص من مذكرات أدبية وليس نصا آخر من الفنون الأدبية. المقال يقول: والسيد إسحاق خطيب رائع، كثيرا ما يلقي الخطب في المناسبات فيأخذ بمجامع القلوب بأسلوب بسيط مؤثر، وكان يفاجئنا كثيرا أثناء الدروس، نلتفت فإذا هو جالس في الصفوف الأخيرة يحضر الدرس ويراقب أعمال المدرسين. إذن ما الذي جعلك تقول بأن هذا النص نص من مذكرة أدبية وليس من غيره من الفنون الأدبية؟ ماذا لاحظت يا بني؟ نلحظ أنه هنا التركيز على أحداث وقعت لشخصية ذات صلة بالأديب، فهو هنا يتكلم عن السيد إسحاق
ويتحدث بأنه يفاجئنا، أي أن هذا الرجل له صلة بالأديب. أيضا يقول: وعندما ترك مديرية تحضير البعثات فيما بعد، أقمنا له حفلا كبيرا بالمدرسة لتكريمه، حضره رجال العلم والأدب في مكة. ما الذي تجده في هذا النص؟ نجد أيضا أنه يعرض وقائع مرتبة تاريخيا، فإنه يذكر أنه بعد ذلك رحل، وكان الحفل أقيم قبيل أو بعد رحيله. إذن إنه يعرض وقائع مرتبة تاريخيا. نأتي نكمل النص، يقول: كل تلاميذ السيد إسحاق يعتزون به، وقد أصبحوا أصدقاء له يفخرون بصداقته، ولكنه صديق يختلف عنه كأستاذ، فإن له مع أصدقائه مقالب وتحريشات، ولذلك فإنهم يأخذون حذرهم دائما من مقالبه. إذن تلحظ يا بني أنه يذكر المشاعر التي سيطرت على تلاميذه وهو أحد أفراد هؤلاء، إذن برزت فيها عاطفة الكاتب. هل هناك خاصية أخرى مما تجعلها نصا أدبيا من المذكرات الأدبية؟ بالتأكيد نقول دقة التصوير، فهو يصف الأحداث بدقة ولا يكاد يترك حدثا مهما إلا وقد ذكره. نأتي الآن إلى هذا السؤال: هل تعتمد المذكرات الأدبية على أسلوب موحد في العرض؟ برأيك يا بني، هل الكتاب في المذكرات الأدبية يعتمدون على طريقة واحدة وأسلوب واحد وموحد؟ بالتأكيد كلا، ليس للمذكرات أسلوب ثابت أو موحد، فلكل كاتب أسلوبه وطريقته في عرض الأحداث والشخصيات التي تمر به، فهو مخير باختيار الأسلوب الذي يرتاح له ويجد نفسه فيه. ولكن هنا سؤال آخر: يلجأ كاتب المذكرات غالبا إلى أسلوبين، لكن هناك أسلوبين يطغيان على الكتاب. يلجأ كاتب المذكرات غالبا إلى أسلوبين أو طريقتين عند عرض أحداثه، فما هما؟ إن كنت قارئا يا بني للمذكرات الأدبية، ماذا تلحظ لدى الكتاب عندما يعرضون أحداثهم؟ الجواب: لديهم طريقتان غالبا ما يستخدمونها. أولا، استخدام أسلوب ضمير المتكلم نحو قمت، اتجهت، رأيت، سمعت، أقمنا كما في النص الماضي. ولديهم طريقة أخرى وهي سرد أحداث شخص غائب، كاستخدام تعبيرات أتى صاحبنا، اتجه صاحبنا، رأيت صديقنا، أو أقبل زميله، بمعنى أنه يستخدم استخدام الضمير الغائب. برأيك يا بني، من هم الأشخاص الذين تعتقد أنهم بحاجة إلى كتابة مذكراتهم؟ ما رأيك، من هم الأشخاص الذين لابد أن يكتبوا مذكراتهم؟ بالتأكيد هناك أشخاص مهمين في حياتنا، وبالتأكيد هناك القادة والسياسيون، هم أولى الناس بكتابة مذكراتهم. أيضا العلماء والأدباء بحاجة إلى كتابة مذكراتهم، فيكتبون ما لقيوه أو ما مر بهم من تجارب في طلب العلم وفي الكتابة. أيضا من الأشخاص الذين يستحقون الكتابة الناجحون والمبدعون، فيذكرون قصص نجاحهم حتى يستفيد منها الآخرين. أيضا هناك أنت يا بني من الأشخاص الذين أعتقد أنهم بحاجة إلى كتابة مذكراتهم. لماذا؟ لأنك يا بني حينما تكتب مذكراتك تستفيد من التجارب التي مرت بك في حياتك، فلا تذهب في طي النسيان. تدريبات عامة: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. المذكرات الأدبية قريبة من فن الخطابة، السيرة الذاتية،
التقارير جميع ما سبق. المذكرات الأدبية يا بني قريبة جدا من فن السيرة الذاتية، لكن الفرق بينهما أن السيرة الذاتية تتناول جميع مراحل حياة الكاتب منذ طفولته إلى كهولته ووفاته ومؤلفاته وإنجازاته. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا اليوم يا بني المذكرات الأدبية، وتناولنا في موضوع المذكرات الأدبية أولا مفهومها، وكذلك تناولنا في موضوع المذكرات الأدبية أهميتها، وكذلك عناصرها الفنية، وكذلك خصائصها، وانتهينا بأسلوب الكتاب فيها. إذا أبنائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا هذا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما اختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرار.